بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رصد إخباري جديد عبر برنامج أخباركم. حياك الله خالد. حياك الله أخي سلمان، وحياكم أنتم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة. إذا مشاهدينا، هي أخبار جديدة ومحلية ننقلها لكم من مواقع التواصل الاجتماعي. إلى العناوين: خادم الحرمين الشريفين يصل البحرين لرئاسة وفد المملكة بالقمة الخليجية 37، وترقب بانطلاقة جديدة في ظل التحديات بالمنطقة. ثامر السبهان: دول الخليج أقوى من أي وقت مضى ومنتبهة لتدخلات الإيرانية في المنطقة. جزائية الرياض تحكم بالقتل تعزيراً على 15 متهماً في خلية التجسس الإيرانية. بسبب الغيابات، التعليم تعيد النظر في الإجازات الفصلية وتقترح إجازات جديدة. ووزارة الصحة مفسرة تزايد الإصابات: 76% من إبل سوق الرياض إيجابية ومصابة بفيروس كورونا. إذا مشاهدينا، كانت هذه أهم العناوين، وإلى الأخبار بالتفصيل. أهلا بكم مجددا. وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم إلى مملكة البحرين ليرأس وفد المملكة في الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. وتأتي القمة في ظل ظروف دولية دقيقة تستلزم العمل وفق تنسيق خليجي مشترك للحفاظ على المكتسبات الحضارية والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون. وأضاف التقارير أن تواصل انعقاد القمم الخليجية منذ أن أرسى قادة دول المجلس في قمتهم الأولى عام 1981 دعائم العمل المشترك ليجسد نجاح المجلس كمنظمة إقليمية ومواجهتها للتحديات التي تمر بها المنطقة، مشيرين إلى أن أبرز ثمار المجلس مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية وتحقيق العديد من المنجزات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي مقدمة تلك التطلعات إعلان اتحاد خليجي موحد وعملة خليجية موحدة تواجه تلك التكتلات وتقف صفا واحدا ضد أطماع بعض الدول نحو الخليج. وقد تفاعل كثير من المغردين مع هذه القمة. خلونا نستعرض بعض هذه التغريدات مشاهدينا الكرام. أولاها للإعلامي غرم البيشي يقول: نسأل الله أن يجمع قادتنا وولاة أمرنا على ما فيه خير وعز للإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يجمع الكلمة ويوحد الصف. اللهم آمين. أبو سامي يقول في تغريدة أخرى: يا قادتنا حفظكم الله، هذا وقت الاتحاد الكامل، 3 عقود وحنا ننتظر الاتحاد، وفي الاتحاد قوة للجميع، وفقكم الله. أحد الحسابات تقول: ثقتنا كبيرة في حكمة قيادتنا الخليجية وللخروج من هذه القمة بقرارات تصب في مصلحة ووحدة دول المجلس. صحيح خالد. طبعا للحديث أكثر عن هذه القمة وتطلعاتها وأهدافها، معنا على الهاتف سعادة النائب محمد العمادي وهو عضو مجلس النواب البحريني. حياك الله أستاذ محمد. طيب، إلى أن يعود الاتصال خالد، هذا الحدث وهذه والتي سبقها أيضا سبقها الجولة الخليجية اللي قام بها خادم الحرمين الشريفين والاستقبال الحافل اللي استقبلت به الإمارات وقطر لخادم الحرمين. صحيح. أثارت تساؤلات كبيرة عن أهمية هذه القمة القادمة وأهمية هذه الجولة. خلينا نرجع للأستاذ محمد العمادي وهو عضو مجلس النواب البحريني. حياك الله أستاذ محمد. الله يحييكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، شرفتنا وشرفت شبكة المجد. في البداية، تنعقد القمة الخليجية 37 بالمنامة وسط تحديات كبيرة في المنطقة، الكثير يرى أنها مختلفة تماما عن سابقتها، كيف تجد هذه القراءة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة منطقة الخليج الآن تعاني من تحديات أصبحت واضحة للعيان. كانت هذه التحديات في فترة من الفترات لما كنا ننادي بالوحدة الخليجية أو زيادة التعاون بمجلس التعاون الخليجي، كنا نفترض أن تكون هناك تحديات، ولكن اليوم نرى هذه
التحديات أصبحت أخطاء حقيقية تواجه منطقة الخليج العربي، وعلى رأسها الأطماع الخارجية المختلفة، وما يدور حول منطقة الخليج من حروب سواء في شمالها أو في جنوبها، وما يتم التربص به من قبل أعدائها على الناحية الشرقية أو من قبل الأعداء الخارجيين، إضافة إلى تحديات أخرى كبيرة، لعل التحدي الاقتصادي اليوم وهبوط أسعار النفط ويعني ما يصاحب ذلك من تضعضع بعض الاقتصاديات في دول مجلس التعاون، لعله يكون تحدي بارز أيضا فيها خلال هذه الفترة. طيب أستاذ محمد، ما هي توقعاتك لأهم ما سيتم تناوله في هذه القمة وما هي توصياتها؟ أنا أمل يعني أن تكون هذه القمة يعني تخرج بنتائج إيجابية تطمح لها الشعوب الخليجية، تطمح لها الشعوب العربية ككل، نطمح بتكوين تكتل لم يكن يقوم على مبدأ اللغة والدين والجغرافيا، فيقوم على الأقل على مبدأ الاقتصاد، من حيث أن يكون هناك تكامل اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، سواء على نواحي الجمارك أو نواحي الضرائب أو نواحي يعني النواحي الاقتصادية المختلفة. احنا منطقة يعني مهمة جدا، تشمل أغلب نفط العالم موجود فيها. صحيح. أعتقد اليوم هي فرصة سانحة أن يتم التوجه نحو وحدة اقتصادية متكاملة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لعل هذه الوحدة الاقتصادية تؤدي إلى وحدة أشمل وأكبر منها. إذن الأستاذ محمد العمادي وهو عضو مجلس النواب البحريني، شكرا جزيلا لمداخلتك. خلينا مشاهدينا الكرام نروح للخبر التالي. أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أن دول مجلس التعاون منتبهة للخطر الإيراني في المنطقة، وأن التماسك الخليجي في أفضل مراحله، وأن دول الخليج هي أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الجولة الخليجية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الإمارات وقطر والبحرين والكويت هي جولة غير مستغربة وفيها تحقيق لمصالح الشعوب الخليجية. وقال: نحن في دول الخليج نمر في أفضل مراحلنا، ودول الخليج العربي كلها متماسكة وتعلم أن مصالحها مصالح واحدة، وأن ما يربطنا هو ليس علاقات سياسية وإنما علاقات دم ومصير ومستقبل واحد، وجميع المهددات لنا هي واحدة، وكذلك نجاحات فهي لنا كلنا، ونعتبر أن نجاح أي دولة في أي مجال هو نجاح للجميع، والعلاقات هي في مراحل في قمة مراحلها. صحيح سلمان، احنا نتمنى من الله عز وجل أن يكتب القمة هذه فيها النجاح ويكتب كل ما فيه خير لدول مجلس التعاون الخليجي. إذا مشاهدينا الكرام نروح وإياكم الخبر التالي. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكامها في خلية التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، حيث قضت بالقتل تعزيرا ل15 متهما من أعضاء الخلية والسجن ل15 آخرين، كما قررت عدم إدانة 2 آخرين. ونطقت الدائرة القضائية المشتركة في المحكمة الجزائية المتخصصة بأحكامها على 32 متهما في القضية المشتهرة بخلية التجسس الإيرانية نسبة إلى ارتباطها بالاستخبارات الإيرانية، والتي اتهم أعضاؤها بتهم أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري، وكذلك تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية وكذلك الحيوية في البلاد، كذلك الإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة وغيرها من التهم. تفاعل الكثير من المغردين مع هذا الحكم. خلونا نستعرض مشاهدينا الكرام بعض هذه التغريدات. أولاها لمحمد العصيفي يقول في الهاشتاج خلية التجسس الإيراني: إيران هي دولة جبانة تعتمد على الخيانة، ولكن لدينا بفضل الله أجهزة أمنية واستخباراتية تعمل لقطع جميع أذناب إيران ومن عاونهم. صحيح. حساب موجز الأخبار يقول في تغريدة أخرى: كشفت التحقيقات معهم أو مع خلية التجسس أنهم التقوا مع 24 إيراني داخل السعودية، وأبرزهم
السيد عليمي مدير مكتب الاستخبارات الإيراني في طهران. أيضا أحد الحسابات سلمان في ذات الهاشتاج يقول يستاهلون، هذا أقل من جزاهم بعد، باعوا دينهم وأغراهم المال الإيراني الصفوي العفن، خلوا ينفعهم الحين، اللهم احفظ بلادنا. هذا الخبر خالد لقي تفاعل كبير جدا في صحيح. تويتر وكشف لنا مدى تلاحم المجتمع السعودي ضد أي مخرب من صحيح. الداخل، عميل كان أو رجل مخابرات. صحيح، هذا بفضل الله عز وجل. إذا مشاهدينا الكرام نروح وياكم إلى الخبر التالي. دفعت إحصاءات غياب الطلاب في الأسبوع الذي سبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الحالي وزارة التعليم إلى إعادة النظر في إجازاتها الفصلية التي أصبحت تمثل عبئاً على العام الدراسي نتيجة الغياب المتكرر للطلاب وكذلك الطالبات في الأسابيع التي تسبق تلك الإجازات. وأشركت وزارة التعليم أولياء أمور الطلاب في تحديد النموذج الأفضل لأسابيع الدراسة والإجازات الفصلية من خلال طرح 5 نماذج مقترحة لتنظيم الإجازات خلال منتصف الفصل الدراسي وإجازة منتصف العام. وقد حظي إحصاء وزارة التعليم بتفاعل كبير من قبل أولياء الأمور الذين أتاحت لهم الوزارة صلاحية التصويت عن طريق برنامج نور لترشيح أفضل 3 نماذج من نماذج تنظيم الإجازات المتاحة. وقالت مصادر إن النموذج الثاني القاضي بإلغاء كافة الإجازات الفصلية والاكتفاء بإجازة واحدة في منتصف العام لمدة 2 أسبوع كان الأكثر قبولاً، إذ إن تطبيق النموذج يوفر 1 أسبوعاً من العام الدراسي، وهو النموذج الذي كان يعمل به منذ 10 سنوات قبل أن يتم استحداث الإجازات الفصلية. صحيح سلمان، وأيضا هذا الخبر لقي أيضا تفاعل كبير مع مغردي تويتر عن هذا الإحصاء. نبدأها في تغريدة لحصة الجهني تقول المشكلة بالمعلمين قبل الطلاب، بعضهم يعطي الطلاب الضوء الأخضر للغياب بأسبوع ما قبل الإجازة وبعضهم هو من يستبر، تقصد المدرس، بالغياب بعد الإجازة. سعد يقول ويطرح رأيه في تغريدة، يقول وش ذا المنطق الأرعن؟ عشان بعض حفنة من الطلاب تقوم وزارة التعليم إعادة التقييم، اللي غاب أخصم منه، وش ذنب المنتظمين؟ منطق أعوج حسب تعبيره. طيب أيضا أحد الحسابات تقول إجازة منتصف العام هي 3 أسابيع وخلق بيئة تعليمية أفضل، أو تقترح 3 أسابيع وخلق بيئة تعليمية أفضل تحفز الطلاب وتجعل التعليم أكثر متعة ولكن بدون إرهاق للمعلم. عاد حلوها أنت. خلينا خالد مشاهدين الكرام ننتقل للخبر التالي. كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله عسيري عن 76% من عينات الإبل الأخيرة من سوق الإبل في الرياض كانت إيجابية لفيروس كورونا الحي. وقال هذا يفسر تزايد حالات الإصابة في البشر هذه الأيام، ودعا عسيري الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الإبل واتباع أساليب الوقاية مثل غسل الأيدي بعد ملامسة الإبل أو محيطها، وكذلك غلي حليب الإبل قبل شربه، والحرص على عدم لمس العينين والأنف باليدين أثناء التعامل مع الإبل أو منتجاتها النيئة. وقال مخالطو الإبل قد يحملون الفيروس دون ظهور أعراض لديهم ثم ينتقلون العدوى إلى أشخاص آخرين في أسرهم وأقربائهم أكثر عرضة لمضاعفات المرض لا قدر الله. هذا الخبر خالد أكيد راح يسبب بلبل عند رعين الإبل. صحيح، لأنه قد يضايقهم بعض الشيء. طيب إذن سلمان ومشاهدينا الكرام نروح للخبر التالي. نبدأ مشاركاتكم مع هذا التصرف الذي نال إعجاب الكثير من المغردين وهو تخليص ثعلب عالق في شجرة. نشاهد.
وجه رئيس الهيئة العامة للسياحة العام والسياحة العامة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وجه بتكريم طفل تولى مهام ترجمة شرح ما قدمه مرشد سياحي لوفد أجنبي عن أحد المعالم السياحية بمنطقة القصيم. خلونا مشاهدين الكرام نشوف لماذا كرم سمو الأمير سلطان بن سلمان هذا الطفل، نشاهد. بعده عن هنا 7 كيلومتر. 7 كيلومتر. الآن المنطقة كلها مطلة، أو المكان هذا يستخدم كأطلالة على عيون الجواء كلها. الآن استخدامه كأطلالة على عيون الجواء. Now we use this place to see all of the unit. أطلالة جميلة عيون الجواء. طبعا كرم سلمان ايضا هذا الطفل بمنحه اول رخصة مرشد سياحي، ويستاهل ما شاء الله تبارك الله. يستاهل فعلا. ايضا مشاهدينا الكرام، مع هذا المقطع الغريب لهذا الشاب الذي تعمد صدم عمود إنارة للحصول على مبلغ التأمين كما قال متداولو هذا المقطع، نشاهد. وأيضا وسط تعجب المارة، شاب ينزع لوحة شارع نايف بن مالك في الدمام ويرميها أرضا، نشاهد. والله ما أدري، الشرقية الدمام. هي إيش؟ هي طيبة هذا؟ هي طيبة. كل حكومة؟ دق. والله أنا مجنن، ما أدري إيش فيه. نزل أمه. طيب. بعدين رمى في الشارع، وسط الشارع. طيب. من الجهة الثانية بكسرها. يا سلام. رمى في الجهة الثانية. يلا. شكرا. الحكومة تجيك. في عسكري هناك واضح. ومع مشهدنا الأخير، وبسبب أزمة العمالة، مدير مركز رعاية صحية في صامتة يقوم بتنظيفه بنفسه، نشاهد. في مدينة صامتة مركز حي المكرمية، مدير المركز علاء يقوم بالتنظيف. أبغى أشوفك سبق. إن شاء الله. أنا أدور سبق ترى. شوف عاد علاء. علاء قول إيش المشكلة؟ ما في عمال. كم ما في عمال؟ والله يا أخي أنا تقريبا أنا 3 شهور تقريبا كذا. 3 شهور ما في عمال. السبب أول مرة ما في رواتب، ما دفعت لهم شركة رواتب. ثم بعد ذلك لا. في شركة جديدة هتجي تستلم، وقفت الشركة القديمة ما جابوا عمال. أنا لازم أنظف يا أخي. الله يكون فعلكم. والأخ أيضا موظف هنا في المركز، وبرضه تعمل نظافة للمركز. الله يكون في عونكم ومشكورين، بيض الله وجهكم. الله يجزاك خير، انتم تبغوا تزوروا مكان نظيف واحنا ما نعمل في مكان نظيف. جزاكم الله خير. الوضع محزن لكن التصرف صحيح. بهذا المقطع خالد نكون ومشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقة الليلة، شكرا لك خالد. شكرا لك انت ايضا سلمان، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي بكم بإذن الله في تمام 9 من يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.